بإذن الله عنده حمل وعنده مسؤولية، وهذا الحمل وأن الله سبحانه وتعالى حمله النور الذي يجذب القلوب من الغفلة إلى الحضرة وإلى الذكر، وهذا النور ليس بالأمر البسيط، هذا النور له وزن وثقل، يعني لا تتحمله الجبال. هذا النور مثل المغناطيس، كالمغناطيس، يعني المغناطيس ممكن يكون هو حديد، المغناطيس ليس له وزن لكن له قوة تدفع، يعني كاين دابا كاين الانرجي كوانتيك، كتعرف الانرجي كوانتيك؟ الانرجي كوانتيك كيستغلوا المغناطيس. دابا المغناطيس لا درتي لو نور مع لو نور كي الدافع، عارف هادشي ولا انت غير البيدياتري؟ المغناطيس عنده لو نور ولو سويد، باش تلاقي لو نور مع لو نور ولا لو سويد مع لو سويد كيدفعوا، هذه قوة، هذيك القوة كيديروا منها، كيولوا منها الانرجي كوانتيك. الانرجي كوانتيك انه مجرد كتستغل هذيك القوة الدافعة وكتولد حركة، هذه ممنوعة، هذا التقنية ممنوعة، أمريكا منعها على العالم أنه يستعملها لأنها طاقة بدون فلوس، عارفة شيء؟ كاين موتورات وطوموبيلات وبسكليتات كيمشيو بالإنرجي كوانتيك بدون كاربيرو. هذه القوة، هذا المغناطيس الموجود في قلب العارف بالله أو الداعي إلى الله، له حمل وله وزن وله ثقل لا يتحمله. لا يظن الإنسان أنه هذه القوة الجاذبة للقلوب، هذه الجبال، جبل يتحرك من مكانه أهون من أنك تحرك قلب من الغفلة إلى الحضرة، ليست بالأمر البسيط. ده الله سبحانه وتعالى لما قال سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم: وضعنا عنك وزرك الذي أنقض ظهرك، يعني حمل وزر ثقيل. هذا الوزر وهذا الحمل لا يستطيع أن يتحملها الإنسان إلا إذا وصل لمرحلة النضوج في السلوك. النضوج في السلوك يعني يجب أن يسلك إلى الله ثم يصل إلى النضج. هذا النضج يكون جسدي وروحي، النضج يكون جسدي وروحي، لأن الذي يحمل السر وهذا النور ليس فقط القلب، القلب يحمل والجسد يحمل، لهذا فيحتاج هذا حمل هذا السر، يحتاج الإنسان إلى قوة روحية وقوة جسدية. لهذا نادر أن تجد أن الشاب
مقتربا لعمر، ولو كان قوي الجسد لا يستطيع أن يتحمل هذا السر إلا النادر. ولما كان هذا السر لا يحمله للشباب، الله سبحانه وتعالى بين لنا في الحالة ديال سيدنا يحيى، قال وآتيناه الحكم صبية، يعني حالة مش طبيعية مش عادية، حالة مش عادية أنه يؤتى الحكم وهو صبي وهو شاب، حالة خاصة لسيدنا يحيى. لهذا لما كان هذه الحالة خاصة والله سبحانه وتعالى علم أن هذا الحالة خاصة لأنه لم يبلغ النضج، الله سبحانه وتعالى قال له يا يحيى خذ الكتاب بقوة، خذ الكتاب بقوة، وآتيناه الحكم صبيا. إذن هذا النضج، هذا النضج هذا يسمى بلغ أشده، لما يبلغ الإنسان أشده، قطعوا الميكروات، الله يرحمكم الوالدين، اللي عنده شي ميكرو قطعه. اللهم صل على سيدنا محمد. فهذا النضج بلغ الأشد، هذا سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم بلغ أشده 40 سنة. فسيدنا يوسف عليه السلام الله سبحانه وتعالى بين لنا في الآية أنه ما كان ليحمل قبل أن يبلغ النضج. الشاب في السلوك مستعجل، الشاب في السلوك يستعجل، يريد أن يصل بسرعة، أما هذا الطريق لا عجلة فيه. يعني شاب 20 22 25 سنة بدأ الذكر، بدأ ويريد زربان لا يصل، الزربان لا يصل، مستعجل لا يصل، فيستعجل يريد أن يكون معه حال يصلح له أمر يصلح. لا، هذا الطريق يسلكه من مستعد أنه يسلك ويذكر دون أي شيء 10 و20 و30 و40 و50 سنة، مش مشكلة. أما المستعجل الذي يريد فتحا ويريد أحوالا ويريد أنوارا ويريد كذا ويريد مقام كذا، لا، الذاكر لله لطلب هذا مسكين، هذا مشغول بالله عن غير الله. أما الذاكر لله يذكر الله لله، الله فتح، الله أعطى، الله يسر، الله عسر، الله نفس الشيء، يبقى على ذكره إلى آخر نفس. وهذا فتحه يكون عظيم، هذا لو فتح الله عليه ولو في عمر 80 سنة فتحه يكون عظيم. سيدنا أبو يزيد البسطامي فتح الله عليه في 80 سنة، عمره 80 عام، لما كان عمره 84 تلقى مع الشيخ، قال له سيدنا الشيخ كم عمرك؟ قال له 4 سنين. الشيخ كضحك علينا، 4 سنين، قال له قبل المعرفة كنا أموات، حيينا بعد 80. ولهذا الله سبحانه وتعالى لما يشير لنا في هذه الآية أنه لما بلغ أشده، يعني من يعلم السالك متى يبلغ أشده؟
الله هو يعلم متى يعطيك وكيف يعطيك وماذا يعطيك، أنت لا علم لك. تظن بعض الأوقات تظن بأنك وصلت أو أصبحت، هذا المريد كتكون مع هذه الأمور، تحس يجي إحساس بأنه لا تقل. لهذا من طلب ممكن يعطى طلبه لكن يوكل إليه، ومن لم يطلب الله سبحانه وتعالى يعطيه ويحمل عنه. هذا الفتح الذي هو العلم، الحكم والعلم. شو الله سبحانه وتعالى قال: آتيناه حكما وعلما. الحكم والعلم، العلم وحده لا يكفي. ممكن الإنسان يكون عنده علم، يعني يدرس أو يحفظ، يكون عنده علم، يفهم الفقه أصول الحديث وكذا كذا، لكن هذا العلم لا يكفي، بالعكس ممكن يكون مصدر ضلال. الله سبحانه وتعالى يقول: أفرأيت من اتخذ إلهه هواه وأضله الله على علم، يعني له علم والله سبحانه وتعالى يضله لأنه اتخذ إلهه هواه، لأن النفس ما زال فيها الهوى ولم يتخلص من الهوى، وأخذ علم مع الهوى فيضله الهوى. فإذا مع العلم خص محاربة الهوى، ونهى النفس عن الهوى. هذا النهي عن الهوى ومحاربة الهوى والنفس وهواها، هذا يسمى سلوك عند أهل الله. لما تذهب إلى أن لا تريد السلوك هذا للتزكية ويزكيهم، هذا لا يكون إلا بذكر الله. لا تكون هذه التزكية إلا بذكر الله، ذكر الله وصحبة أهل الله سبحانه وتعالى. هذه الحكمة، سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم قال: بين لنا الطريق إلى هذه الحكمة والحكم. قال: من أخلص لله 40 صباحا تفجرت ينابيع الحكمة من قلبه على لسانه. من أخلص لله 40 خلوة ذكر، انقطاع إلى الله. من أخلص لله 40 صباحا تفجرت ينابيع الحكمة من قلبه على لسانه. ليست ينابيع العلم، ينابيع الحكمة. هذا الحكمة هي المرق للعلم. العلم روز ناشف، أو كسكس ناشف ما مسقيش تاكله، الحكمة ما هي البقعة اللي تخليه يتكال يكون ناشف. لا بد من علم ومن حكمة، علم من الله وحكمة بالخلوة مع الله سبحانه وتعالى، لأن العلم لا يكفي. قال أحد المريدين كان عند شيخه، فقال الشيخ: سيدي أنا وليت مزيان، خليني نطلق من ندعو إلى الله آخر. قال له: يا ابني خليك مازال. قال له: لا لا صافي، أنا لا أتفضل على بركة الله. الشيخ لا يقول الكلمة مرتين، إن قال لك الشيخ الكلمة مرتين فخاف على رأسك. الشيخ كلمته لا تعاد، فلان أعمل هذه
واحد قال لك فلان درتي ولا ما درتيش عمل، عرف راسك راك. قال له ما قادرش، ما قادرش يا سيدي، ما قادرش، لا قادر، قادر. فقال له قادر يا سيدي، قال له تفضل امشي اخرج غادي يدعو الى الله. دخل الجامع، دخل الجامع لقى الامام صلى مر الامام، امام لا صلاه ولا قراءه ولا يعني صلاته باطله باطله باطله. هذاك عالم سيده الله يعلم. فلما سلام الصلاة قال له يا شيخ يا إمام، قال له صلاتك باطلة. وذاك الإمام شعبي في المجتمع ديالو في الجامعة، بوبيلار الناس يعني، قال له شيخ صلاتك باطلة، قريتي وقلتي وعملتي وهذه باطلة، وقال الإمام فلاني وقال الشيخ فلاني وقال الناس الناس كيتصنت منين جا. قالون الإمام قالون كرمو تجي جاي خرجنا من الدين كيف هم نادوا لي الناس كرمو هذيك الصرخة اللي صرخوا دي علاش. جزاء دي علاش هذيك الصرخة ديال الشيخ اللي قال له ديروا ما دارش. هذا الإنسان ينتبه مع أهل الله، الأمر مشي دير دير. إن النبي صلى الله عليه وسلم لما ذبح الشاة قال له هات الدراع، تفضل يا رسول. أكلها سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم قال له هات الدراع. أخ أكل نفسه قال له هات الدراع. سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم ما كيعرفش بال يا رسول الله للدراع إلا للشاة إلا دراعين. قال له صافي، قال له وقف وقف هذيك الكرامة اللي كانت غادي توقع، كانت الشاة غادي الله أعلم شحال يخرج منها من دراع. فكرمه حتى الله سبحانه وتعالى يغفر لي زلته مع شيخه. لما كرمه رجع لعند الشيخ قال له شنو قلت لك؟ قال لي وقال لي ريح دابا تنقول لك انا. فقع عند الشيخ صلى الله عليه وسلم قال له يا ابني دابا دابا سير. خرج ورجع لنفس الجامع، داز على نفس الجامع، دخل لقى نفس نفس الصلاة ونفس الأمر ما تغيرش. فصلى لما صلى وصلى جل عند الإمام قالوا يا سيدي الإمام، والناس كتسمع، قالوا يا سيدي أنا غلطت في حقك، أنت من العارفين وأنت من الكمال وأنت من الأولياء الصالحين ومعروف ومشهور، وهاد الناس راه ما عارفينش قيمتك، وهذا كيهضر مع الآخر والناس ما عارفينش قيمتك، والناس هذاك وأنت، وأنا سمعت بأن الشعر ديال لحيتك كيداوي الأمراض وكيداوي الأسقام، اسمح لي ناخذ شعره واحده من لحيتك. هذا قال لي خون. جا هذاك الناس غير شافوا المنظر جوا الحكمة. هذه الحكمة لا تؤتى إلا بعد سلوك، سلوك يعني تزكية النفس ومحاربة النفس وهواها. وهذا لا يكون فقط للأنبياء، لأن الله سبحانه وتعالى قال فلما بلغ أشده، يعني بلغ أشده، لا يبلغ إنسان أشده جسديا حتى يبلغ أشده، لازم يأكل ويشرب ويعمل ويداوى وكذا وكذا حتى يبلغ أشده ولو جسديا. روحيا لا بد من سلوك، خصك تأكل وتشرب أكل الروح، الذكر والمحبة والصلة والسلوك، هذا كله أكل
أكل الروح وطعام الروح. فلما بلغ أشده ما دام الأمر لا يختص به فقط النبي، قال آتيناه حكما وعلما وكذلك نجزي المحسنين، يعني الذين سلكوا طريق الله من إسلام إلى إيمان وصلوا إلى مقام الإحسان، الله سبحانه وتعالى يعطيهم. الإحسان محسن، مقام الإحسان يعني بعد حديث سيدنا جبريل، إسلام وإيمان وإحسان. لما يسلك الإنسان الطريق ويصل إلى مقام الإحسان ويكون من المحسنين، الله سبحانه وتعالى كما أعطى سيدنا يوسف حكما وعلما كذلك يعطي حكما وعلما حكما وعلما. لهذا الله سبحانه وتعالى جعل الأنبياء، لكن عطاء الأنبياء يعطيه اللي سلكوا طريق الأنبياء. لا تظن بأن العطاء خاص بالأنبياء، لا يصل الإنسان إلى مقام النبي، مقام النبي لا يدرك، لكن يعطى عطاء الأنبياء. هذا الله سبحانه وتعالى قال بأن العطاء لسيدنا يوسف ليس فقط للنبي، هذا كذلك يعطى للمحسن، يعني الذي وصل إلى مقام الإحسان بعد سلوك. الله سبحانه وتعالى دائما يفتح لنا، أشنو قال الله سبحانه وتعالى في سيدنا يونس، لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. قال فنجيناه من الغم وكذلك ننجي المؤمنين. يعني ليس هذه النجاة فقط لسيدنا يونس، كذلك للمؤمنين. إذن لا بد من بلوغ الأشد، والله سبحانه وتعالى يربي السالك بطرق عدة، كل واحد له تربية. سيدنا يوسف تربى بالعداوة، ألقوه في الجوب والسجن، كل هذه الأمور تربى بها سيدنا يوسف حتى بلغ أشده. هنالك من بلغ الأشد بالعطاء، سيدنا سليمان الله سبحانه وتعالى أعطاه الملك وأعطاه العز، سيدنا أيوب الله سبحانه وتعالى ابتلاه بالمرض. هذا كل الله سبحانه وتعالى يربي عبده كيف يشاء. هذا لما يكون الأخ عند الشيخ، هذا يجب أن يكون ميت، يعني لا وجود له. كتربينا لو الأم عندها وليدها صغير وشاف جمرة، وجمرة منظرها جميل أحمر وباغي ياخدها، ما كتخليش، كتمنعه من أمور هو يحبها لأنها تعلم المضرة اللي فيها. ولد صغير ومحطوط أكل كسكسو طيب ومصوب مزيان، ولدها صغير وعنده شهرين تعطيه، ولو الأكل طيب ما تعطيه. هذا المريد بين يدي الشيخ كالطفل الصغير الرضيع بين يدي أمه. سلام كلمة أهل الله يقولون المريد بين يدي شيخه كالميت بين يدي مغسله، يهز ليه الدو تهز، هز ليه الميت كيقول له لا ضريتني ولا هبطتني، دير به اللي بغيتي. الحكم والعلم هذا أكبر عطاء، أن الله سبحانه وتعالى يؤتي الحكمة، أن يؤتيك الله الحكمة، ويؤتي الحكمة من يشاء، ومن يؤتي الحكمة فقد أوتي خيرا كبيرا.
عظيمة كما قال الله سبحانه وتعالى. ليست هذا، لا تطلب شيئا أحسن من هذا الشيء، لا تطلب شيئا. دير هادو اش كيسميهم لي زوير أو العربية كيقولهم دراجات، ديرهم وأمشي، لا تطلب شيئا. الله سبحانه وتعالى لعلك في يوم من الأيام لو أشدك، إذا بلغت الأشد الله سبحانه وتعالى يعطيك مشيرات الحكم والعلم، يعطيك ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر. وجزاكم الله خيرا، بارك الله فيكم. الله الله.